السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ ربكم خير ان شاء الله. باذن الله النهارده هنبدا نسجل عن ال HMI، خلينا نعمل زوم هنا. زي ما واضح قدامنا، نختار لون تاني كده. HMI Human Machine Interface، أو طريقة الربط بين الهيومن أو البشري وبين الماشين. زي ما ده عندي، ده بني آدم شغالين، تمام. عندي هنا الماشين، المفروض إن أنا بعمل انترفيس بينه. طيب الماشين دي ممكن يبقى فيها اكشويترز، ممكن يبقى فيها سنسورز وهكذا، بتسنس وتبعت لإيه؟ للماشين دي يعني. طيب اليوزر ده محتاج ينتراكت مع البيئة دي، جميل جدا. طيب هينتراكت مع البيئة دي ازاي؟ لازم يكون جنبها. طيب انا مش عايز اليوزر يكون جنب البيئة دي او يكون موجود في نفس المكان، بضطر اعمل فيجواليزيشن او تمثيل للبيئه دي بجرافس. انا بعمل عن طريق حاجه اسمها ال HMI. يبقى انا عملت ربط بين الهيومن وبين الماشين، ده اللي هو الانترفيس، ده اللي بيدينا للصوره دي. عندي هنا بيظهر لي مثلا الستيتس بتاعت كل حاجه، سواء باتنز مثلا هتضغط عليها او ستيتس بارز او بروجريس انا، ولكن هنا مثلا يعرض لي درجة حرارة المنتجات، مش عارف ايه عدد المنتجات اللي طلعت، الكلام ده، الباتنز اللي هتضغط، بحيث مثلا انا لما اضغط كل واحد من دول يدي اكشن معين. طيب يبقى دي عبارة عن ديسبلاي او سكرين. خلينا نقول حاجتين مهمين، ألا وهم إن أي HMI ما هي إلا حاجة من اتنين، إما هاردوير بلس سوفتوير. يعني ما هياش سوفتوير فقط ولا هي هاردوير فقط. دايما في مقولة كده بحب أقولها، إن الهاردوير لوحده ما بيتكلمش، or do not speak أو can't talk anything يعني. تمام. ماشي. تعالى can't talk. طيب لما تيجي تشوف أول حاجة ايه هي المطالب بيها، ان انت تحدد الهاردوير، تاني حاجة انك تحدد السوفت وير. طيب انا هعرف منين الهاردوير من السوفت وير؟ الهاردوير ده هو الشاشة او الحاجة اللي انا هستخدمها. بعد كده ببدأ ادور هبرمجها ازاي، how it will work، فاهمني؟ طيب انا دلوقتي جاي بالنسبة لي، اما اجي ابص على الماركت اللي انا فيه او الناس اللي بتقدم ال HMI دي، هتلاقي شركة زي شنايدر، سيمنز، شركات تانية كتير، وفي برضو الدي ون او الدي جي او اس، anything زي ما تسميها يعني. النوع اللي احنا هنشتغل عليه هو النكست اين ديسبلاي او النكست شن ديسبلاي، تمام. شركة نكست شن دي او نكست اين دي موجودة من 2019 في السوق، يعني حاليا بقالها 3 سنين. طيب ايه الفرق بينها وبين النوع التاني اللي هو برضو موجود في السوق اللي هو دي جي او اس؟ وليه دي احسن من دي وليه دي تبقى احسن من دي، وامتى اختار دي ومختارش دي؟ طب خلينا نشوف ان دي ليها ديس ادفانتج. الديس ادفانتج دي انها تشاينيز، بس يعني دي تعتبر من الديس ادفانتج بتاعتي، ان هي صيني، فاللغة اللي هتعامل بيها عشان تبرمجها بعد كده
السوفت وير ذات نفسه مكتوب بالصيني. تمام. الادفانتج ان هي تشتغل في الاندستريال فيلد، الحجم بتاعها بتديك احجام كبيره، ريزوليوشن عالي. فاحنا بنتكلم ان احنا بنتكلم عن الاندستريال كوميونيكيشن بروتوكول زي ال ار اس 485 او ال ار اس 232 او ال تي تي ال او اللي هو اليو ارت. anyway طيب بالنسبه لل نيكست اينس بلاي هتلاقي فيه 3 فئات او 3 سيريز، خلينا ناخدهم كده بالتفصيل هنا. يبقى انا عندي النيكست اين في سيريز اللي هما التي الكي البي. التي ده اللي هو البيزك، الكي اللي هو الانهانسد، البي اللي هو الانتليجنت. خلي بالك احنا حتى الان برضو نتكلم عن الهاردوير. ليه اخترنا نيكست اين؟ زي ما انا كاتب لك كده هنا ان نيكست اين السوفت وير بتاعها بالانجلش، فهتلاقي انستراكشن جايد بالانجلش، هتلاقي اونلاين سبورت او محتاج اي دعم او الكلام ده هتلاقيه موجود. فاهم حاجه بالنسبه للسبورت بالانجلش مش تشاينيز. تمام. ده بالنسبة للنكست اين. نرجع تاني للكاتيجوريز بتاعتنا او السيريز. البيزك دي اللي هي ابسط حاجة، الانهانسد الانتليجنت. انا عشان احدد هشتغل على انه نوع بشوف ايه الافيلابيليتي ان يور كانتري، يعني ايه المتاح في البلد اللي انت موجود فيها من الاتش ام ايز، الماركت اللي انت فيه ايه النوع اللي متاح من النكست اينس بلاي دي. هل التي موجود ولا الكي ولا البي؟ طيب هل اي نوع من دول هقدر اوفره بسهولة ولا هقابل مشاكل؟ على سبيل المثال لو انت جيت تدور على التي او اللي هو البيزك هتلاقيه موجود، بخلاف الكي مش موجود، بخلاف البي مش موجود. بس ممكن توفرهم مع شوية صعوبات، لو انت هتحتاج شوية تصاريح خاصة عشان تدخل حاجة زي دي، وهتدفع 14% ضريبة، ده غير بقى الجمارك وما الى ذلك. فمثلا انت جيت سيرش ناس تقول مثلا اعرف منين في الماركت ايه الانواع المتاحة بالنسبة لي. لو انت جيت دخلت مثلا على عم جوجل كده، يلا باشا عايز اعرف نيكست اين display in Egypt موجود عند مين؟ اقول لك والله موجود عند فلان فلان وفلان. فلان ده ممكن يجيبها لك من بره مصر، ستوصلك في خلال او الديوريشن من اكس لزد مثلا. تمام. طيب فلان الاول اللي هو وليكن رام، هتلاقي عنده الديسبلاي دي بمواصفات مثلا ان هي 5 انش او 7 انش، 7 بوصة يعني. تمام. وليكن ده اللي هو اي باي، ده ممكن يجيبها لك من بره بس ادت فاليو بقى والكلام ده. طيب لو احنا رحنا للسوفت وير اللي هو التي اللي هي الشاشة التي الهاردوير، اللي احنا حتى الان في الهاردوير. تمام. ده الهارد وير. لو رحت السيريز دي هتلاقي في منها 7 انواع، 1 2 3 4 5 6 7. كل واحد فيهم ليه ابعاد مختلفة، لكن كلهم هتلاقي نفس الميموري، نفس الفريكوانسي، نفس الكوميونيكيشن بروتوكول.
طيب ايه اللي بيختلف من نوع للتاني؟ هتلاقي عندك اختلاف من نوع للتاني الريزوليوشن، وده شيء اساسي، اللي هو لو انا عندي شاشة بالشكل ده ابعدها الهايت في الويدث قد ايه، يعني ده كام بيكسل في كام بيكسل، ده اللي هيفرق معاك. فمثلا لو انا بقول لك عندي شاشة 2 سنتي في 4 سنتي، الشاشة دي 50 بكسل في 25 بكسل، وجيت أعرضها على شاشة تانية 8 سنتي في 4 سنتي، هشوف البكسلز باينة، مربعات صغيرة كده. حد بيقول لك ايه ده انت بتصور مثلا صورة وحشة، يقول لك ده الصورة مبكسلة، تلاقي كده بيكسلز بقى باينة وهكذا. فانت المهم بالنسبة لك هو ان يبقى معاك حاجة يعني الريزوليوشن بتاعها نقول مقبول، او يعني بلاش هاي دي، بلاش هاي ريزوليوشن، خلينا نقول ميد رينج. الميد رينج بالنسبة لنا مثلا اللي هو متاح في مصر، هتلاقي اللي هو ايه بيقولك 800 بكسل في 480 بكسل. يعني عندك شاشة اهي، الشاشة دي ارتفاعها كده 480 بكسل في عرض 800 بكسل. طيب هل انا ما اقدرش استخدمها غير في الوضع ده بس؟ لا، ممكن تخليها كده نفس الكلام 480 في 800 وتعرض عليها كده زي ما انت عارف، او تعمل لها روتيشن كده، تخلي الكلام بتاعك هنا زي ما تحب وهكذا. يبقى انت متاح لك تتحرك زي ما انت حابب. طيب ده بالنسبة للريزوليوشن وحجم الشاشة الكلام ده. قلنا ان احنا مستخدمين النوع اللي هو 5 انش او 5 5 بوصة. هتلاقي في مصطلحين عندك اللي هما الاكتف اريا، اكتف اريا وال فيجوال اريا. طيب الاكتف اريا دي هي مساحة الشاشة كلها. طيب الفيجوال اريا هي اللي انت بتشوفه بعينك فقط، يعني الفريم اللي بره ده بقى بيتعمل له اكسكلود ما بيبقاش داخل معاك. يبقى انت لما تيجي تركز على الشاشة بتشوف حاجتين، الريزوليوشن والفيجوال والاكتف اري. طيب كده شفت الحاجات المهمة. هل الجهاز بتاعك هيبقى بورتابل ولا باورد؟ عشان ده هيفرق معاك في الباور كونسومشن. فطبعا هتروح تشوف هل الشاشة دي هتنفعك من حيث الاستهلاك
هتلاقيها مثلا تشتغل على 5 فولت 500 ملي، في حالة الفول برايتنس وفي حالة السليب أو اللي هو السليب مدة لا بتسحب حوالي 10 ملي أو 15 ملي أمبير. شكرا، أشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.